السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد بي اش ستوديو يرحب بكم من جديد. كنتمنى التوفيق والتيسير الإخوان كاملين، وما تنسوناش بدعم والاشتراك في القناة إن شاء الله باش نقدر نوصلوا للجديد. تتم الفيديو السابق الحل الوحيد، يعني الشرط الوحيد لإنجاح القناة ديالك هو المحتوى. إذا عندك محتوى رائع راه أكيد غتنجح القناة ديالك. المحتوى ديالك هو اللي كيلونسيك، محتواك هو اللي كيخليك تربح المشاهدة حقيقية، المحتوى ديالك اللي كيخلي الجمهور الحقيقي باش يجي عندك، المحتوى ديالك اللي غيخليك يعني تستفد ماديا في القناة ديالك. إذا ما عندكش هذا المحتوى راه أكيد صعيب باش تربح. يعني هذا الفيديو هذا اللي خديته من القناة الأولى، يعني اللي مشى ليا الأدسنس ديالها، حل مشكل سحب الاموال من شبك اوتوماتيكي اللي وصل واحد النيفو كبير ديال المشاهدات رغم انني ما خدمتش عليه، يعني ما خدمتش على هذا الفيديو هذا في هذا الوقت. الا ما خدمتيش وما ضربتيش تمارة على الفيديو صعيب باش تلونسا، صعيب باش يعني يحقق واحد العدد ديال المشاهدات، خاصة الى الفيديو ماشي من الساعة، يعني ماشي الفيديوهات ديال الساعة وماشي يعني قناة ديالك يعني ملونسية كما بحال القنوات اللي ملونسيين. انا كان يعني كنستهدف القنوات المبتدئة والقنوات يعني الصغيرة، يعني اللي خاصة تخدم على المحتوى وتقلب على المحتوى الجيد باش تقدر يعني تلونس القناة ديالها، باش تقدر يعني تنجح القناة ديالها، باش تقدر يعني تربح في القناة ديالها وتكمل في القناة ديالها. يعني الا ما عندكش المحتوى راه صعيب باش انك تلونسا، وصعيب باش انك تربح، وصعيب واجي واحد النهار غتعيا وغتحد السوار وغتمشي بحالاتك. مسألة اخرى، جزاكم الله خير، يعني هاد الفيديو اللي حقق تقريبا كما كتلاحظوا 21979 ديال المشاهدة، يعني راه ماشي انا اللي خدمت عليه وماشي انا اللي تبادلت عليه، انما راسو براسو حرك راسو براسو، وحيت المحتوى يعني هادف ومحتوى يعني مطلوب، محتوى ديال يعني ديال اي وقت وزمان. يعني الفلوس والنقود راه اي وقت يعني كنستافدوا منهم يعني كنخدموا بهم. لهذا انسان يحاول يركز، يجيب محتوى، يحافظ يعني الشروط ديال التنزيل ديال الفيديو في اليوتيوب، يحاول يعني يخدم عليه، وخاصة صورة مصغرة، خاصة كما كنقولوا كلمة المفتاحية اللي مهمة جدا، زائد صندوق الوصف اللي واحد العدد تاع الناس يعني كيهملوا هذا صندوق الوصف هذا اللي هو مهم جدا. صندوق الوصف راه مهم جدا في يعني عندك في القناة، خاصة مع إحداثيات الجديدة راه يعني راه ضروري أنك تخدم على صندوق الوصف باش يعني الفيديو ديالك يقترحوا اليوتيوب، الفيديو ديالك يعرف الروبو ديال الروبو، يعرف النوع ديال المحتوى اللي عندك، يعرف لمن غادي يوجه هذا المحتوى ديالك، الروبو كيعرف من غيقترح هذا المحتوى ديالك. إن صندوق الوصف راه مهم، رغم ان واحد العادات ما كيحطوش صندوق الوصف يعني في غالبا ديال الفيديوهات. انا كما كتلاحظوا يعني احصائيات، يعني ماشي كنهضر يعني فراغ، دليل هو قدامكم، يعني مصادر المشاهدات وزايدون يعني مشاهدين، نسبة يعني النقرات، ومشاهدين دائمون ومشاهدين جدود، يعني راه كما كتلاحظوا مشاهدون يعني راه. لهذا الاخوان جزاكم الله خير، احترموا الشروط ديال التنزيل، خاصة الى عندك محتوى جيد وان شاء الله غتربح. يعني اليوم ما ربحتيش اليوم غتربح غدا. مسألة اخرى، يعني مسألة أخرى اللي كما كنقولوا صندوق الوصف راه مهم. ما الإحداثيات الجديدة في صندوق الوصف راه ضروري تخدم عليه، وضروري أن دابا خاصة الإحداثية الجديدة كيقدر أنك تجزء الفيديو ديالك وتحطه في صندوق الوصف باش المشاهد يختار يعني الجزء اللي بغى، الجزء اللي بغى يعرف عليه، عوضا أنه يشوف الفيديو كاملا. من هنا كنستخلص واحد الفكره، يعني شفتي دقيقه ولا جوج دقائق خاصه مني كتنزل في صندوق الوصف، يعني انا ما كتاثرش يعني بالنقرات غير صالحه في الفيديو. يعني اليوتيوب كيحاول ديما يجيب لي الجديد باش يعني يقدر
يكسب يعني اعداد ديال المشاهدين، خاصه في هذا الوقت المنافسه كاينه بزاف بين يعني بين المواقع، كاين كل موقع كيحاول يعني ياخذ يعني جمهور وحاول يكون في مقدمه. لهذا الاخوان ما تنساوناش مره اخرى من دعم والاشتراك في القناه باش نقدر نوصلكم جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.